السلام عليكم. تم البارحة تدشين الأنفاق الأرضية بمدينة قسنطينة وافتتاحها بمناسبة عيد الاستقلال. إذن وحسب الصور اللي عندنا يعني الأشغال تبدو جيدة، إن شاء الله يحافظوا عليها وأن ما نخليوهاش التغزو بال يعني التجارة الغير شرعية، يعني الفضاءات هذه تبقى محترمة ولفائدة كبيرة، يعني بسبب يعني الاكتظاظ تاع المشاة في المنطقة تاع يعني المركز تاع مدينة قسنطينة. فهذه الفضاءات إن شاء الله تبقى فسيحة كما راهي وتبقى الصيانة تاعها نظافة للمكان هذا. أترككم تتابعون والسلام عليكم. Thank you.